شهد لبنان موجة جديدة من التفجيرات طالت هذه المرة أجهزة الراديو الموجودة في السيارات والمنازل، وتسببت هذه التفجيرات بوقوع خسائر بشرية ومادية ومئات الإصابات في مناطق متفرقة من البلاد، أبرزها الضاحية والجنوب والبقاع. كما أن الأجهزة المستهدفة في هذه المرة مختلفة عن أجهزة البيجر التي انفجرت يوم الثلاثاء. وتقول المعلومات بأن حزب الله اشترى أجهزة الراديو المحمولة منذ 5 أشهر إلى جانب أجهزة البيجر. في السياق قال مسؤول في حزب الله بأن الحزب يواجه مرحلة جديدة، مضيفا بأن العقاب قادم لا محالة بحسب وصفه. وسط هذه التطورات نقل موقع أكسيوس الأمريكي بأن إسرائيل فجرت الآلاف من الأجهزة، أجهزات الراديو الشخصية التي يستخدمها عناصر حزب الله في لبنان، وهي من طراز إيكوم F-82. من جهتها كشفت تقارير إسرائيلية أن الانفجارات الجديدة في لبنان استهدفت الشبكة البديلة لحزب الله، كما أن التفجيرات طالت بعض محطات للطاقة الشمسية. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن الحكومة ستعيد سكان الشمال إلى منازلهم بأمان. من جهته قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوف جالانت بأن الحرب دخلت مرحلة جديدة، يتنقل مركزها من منطقة إلى منطقة الحدود الشمالية التي تشهد نقل المزيد من القوات والموارد. من جانبه قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي بأن لديه قدرات كثيرة لم يستغلها بعد. يلتحق بي مراسلا الشرق من القدس قاسم الخطيب ومن بيروت مها حطيط. أهلا وسهلا بكم مها، أبدأ معك، ما جديد التطورات الآن في هذه التفجيرات الجديدة، وهل من حصيلة أولية لها أيضا؟ نعم، يعني بحسب بيان لوزارة الصحة أصدرته قبل قليل، الحصيلة الأولية لهذه التفجيرات، الموجة الثانية من التفجيرات، هي 9 قتلى فيها وحوالي 300 جريح. بالمقارنة مع الموجة الأولى من التفجيرات الأرقام أقل، تحديدا لناحية أعداد المصابين. البارحة تحدثنا عن حوالي 3000 إصابة وصلت إلى المستشفيات، اليوم نتحدث عن 300 إصابة، لكن يبدو أن مفعول هذه التفجيرات اليوم أقوى، وذلك يعني بسبب وجود 9 قتلى، وأيضا المشاهد من حيث الأماكن التي انفجرت فيها هذه أجهزة اللاسلكي كانت تدل على قوة هذه التفجيرات. هي تفجرت في شقق سكنية، تفجرت داخل سيارات، ويعني على دراجات نارية بأماكن مختلفة، كان هناك حرائق بعدها، اضطر الدفاع المدني للتعامل معها حتى وقت يعني ليس ببعيد. في الجنوب مثلا هناك أكثر من 60 شقة ومحل تجاري وأكثر من 15 سيارة تعرضت لهذه التفجيرات بسبب وجود هذا الجهاز اللاسلكي بداخلها. إذن هي موجة ثانية مختلفة من حيث نوعية الأجهزة التي استهدفت. مصدر في حزب الله قال لنا إن الإصابات أقل لأن هذه الأجهزة تحديدا وزعت على مجموعة أو عدد عناصر أقل من المجموعات التي كانت وزعت عليها أجهزة البيجرز والتي تم تفجيرها بالأمس. قاسم، على الجانب الإسرائيلي كيف ينظر لهذا الموضوع، وهل بعد هذه التفجيرات أو هذه الاستهدافات الأولى واليوم الثانية هناك حالة من، إن استطعنا القول بأنها حالة استنفار أو حالة ترقب لما سيكون من ردة فعل لهذه الاستهدافات الكبيرة والكثيرة؟ لنقل كالتالي: أولاً، إسرائيل الرسمية بجناحيها العسكري والسياسي لا تتطرق لهذا الموضوع نهائيا. في إسرائيل يقول لا توجد أي بصمة تدل على أن إسرائيل لها علاقة بهذا الموضوع. هذا من جهة. من جهة أخرى، الحديث الذي يدور في إسرائيل يدور عن موجات متتالية، وما شاهدناه في الساعة الأخيرة قد لا يكون الموجة الأخيرة. في إسرائيل يقولون أيضا أن قرار الحكومة بشمل إعادة سكان البلدات الإسرائيلية الشمالية القريبة بالحدود من الحدود مع لبنان ضمن أهداف الحرب، هذا يعني أن هناك تغيير في الأولويات العسكرية والسياسية في إسرائيل. مصدر سياسي قبل قليل نقلت عنه إيداعات أحرانوت من خلال موقعها في واينت
يقول أنه إذا أراد نصر الله وضع حد لكل هذه التطورات فما عليه إلا القبول بالعرض الأمريكي للتسوية بين إسرائيل وبين لبنان. هناك تحركات عسكرية، إسرائيل قامت بنقل الفرقة 98 من غزة إلى منطقة الحدود اللبنانية، بدأت بنقلها، سيأخذ بعض الوقت لوصول هذه الفرقة إلى الحدود مع لبنان. هذه الفرقة تشمل قوات الكوماندوز الإسرائيلية والقوات المظليين الإسرائيلية، وتعتبر واحدة من الفرق القتالية الأساسية في إسرائيل في هذا الموضوع. في إسرائيل يرون أنها إشارة قوية لتغيير المعادلات في نفس الوقت في جدول الزمني. وزير الدفاع الأمريكي في طريقه إلى إسرائيل يوم الأحد في محاولة لمنع التدهور إلى حرب، نتنياهو الاثنين مساء سيغادر إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. حتى هذه اللحظة لا يوجد أي تغيير في إسرائيل، يرون أن الحرب ليست قريبة بمفهوم الساعات القادمة. قد يكون هناك أمرا ما يحدث ويؤدي إلى اندلاع مواجهة شاملة، ولكن حتى هذه اللحظة هذه الإشارات التي تصدر من إسرائيل. بالمجمل حتى هذه اللحظة ربما يجب القول كما يتردد في إسرائيل أن الحرب في قطاع غزة ما زالت مستمرة. إسرائيل لم تحقق الأهداف في تلك المنطقة. التحذيرات في أوساط الجيش من أن إسرائيل غير جاهزة لدخول مواجهة ثانية، على الرغم من حالة ربما لنقل الزهو أو الافتخار بما ينسب لإسرائيل خلال 48 أو 24 ساعة القادمة. هناك أصوات في إسرائيل تقول إسرائيل ما زالت في حربها في قطاع غزة، فتح جبهة جديدة في مع لبنان ستكلف إسرائيل الكثير على الرغم من ما يبدو وكأن هناك انتصار. شكرا. إسرائيلي في بداية الحرب من خلال شل أجهزة الاتصال لدى حزب الله. قاسم الخطيب مراسل الشرق من القدس، شكرا جزيلا لك. من بيروت مراسلة الشرق ما حطيت، شكرا جزيلا لك. بعد أقل من 24 ساعة من تفجيرات أجهزة البيجر، موجة تفجيرات ثانية في لبنان شملت أجهزة الراديو الشخصية وكي توكي، فما هي؟ إسرائيل تفجر آلاف أجهزة الراديو الشخصية التي يستخدمها عناصر حزب الله في لبنان. هذه الأجهزة كانت جزءاً من خطة طوارئ حزب الله لتأمين الاتصالات في حال اندلاع حرب مع إسرائيل. من بين هذه الأجهزة وكيتوكي هو راديو لاسلكي، يتميز بكونه جهاز اتصالات واسع الاستخدام، سهل موثوق وذو كفاءة. تقنياً يسمح هذا الجهاز بالاتصال بين شخصين أو أكثر عبر مسافة قصيرة، يمكن استخدامه دون الحاجة لشبكة خلوية أو اتصال واي فاي، مما يجعله مثالي للاستخدام في المناطق النائية أو المواقف التي لا تتوفر فيها أشكال الاتصال التقليدية. يساعد هذا الجهاز أيضاً في الاستماع إلى الإشارات الخافتة والبعيدة التي عادة ما تكون فائتة أو في منطقة ذات استقبال ضعيف. من الأجهزة التي جرى تفجيرها بلبنان أيضاً أيكون من نوع F82، وهو نظام اتصال داخلي لاسلكي يتمتع بصوت واضح ونقي مما يسهل الاتصال في الظروف الصعبة، ويعد تصميمه مدمج وقوي ومثالي للاستخدام في الأماكن الخارجية.